من القاهرة أرحب بعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة دكتور مجدي بدران. أهلا بك معنا دكتور. يعني بداية، برأيك أين وصل كورونا في العالم؟ يعني بعد حوالي عامين من بداية هذا الوباء العالمي، كيف يمكن وصف المرحلة الحالية وما المتوقع لمستقبل هذه الجائحة؟ هو طبعا احنا في سيطرة دلوقتي على الكورونا في بعض الدول، ولكن الخوف من المتحورات الجديدة والسلالات الجديدة، والخوف الأكبر دلوقتي من سلالة دلتا. دلتا دلوقتي أصبحت تصيب 100 دولة في العالم. دلتا تصيب 99% من الحالات الجديدة في بريطانيا، 90% تقريبا في الحالات الجديدة في روسيا، 20% في أمريكا، 70% في فرنسا في الحالات الجديدة. فواضح أن في تمدد في الحالات الجديدة عن طريق الدلتا. اثنين، أن السلالة دي واضح أنها بتقاوم على القدر المستطاع وقدر المتوقع، هيبقى في مقاومة للأدوية المتاحة والبروتوكولات العلاج الموجودة، وللأسف بتصيب الفئات الصغيرة في العمر، يعني الشباب والأطفال اللي هم لم يصابوا من قبل بالسلالات السابقة، اللي هم ما خدوش تطعيمات في بعض الدول ما بتطعمش الأطفال، اللي هم ما عندهمش أي نوع من الحماية ضدها. واحد. اثنين، أن تصيب أكثر الناس المتطعمة بواحدة بس، جرعة واحدة من التطعيم أو مش متطعم أبدا، ولكن الناس اللي اتطعمت بجرعتين من لقاحات الكورونا في أي دولة واضح أن الدراسات بتقول أنهم بيقاوموا شوية هذه السلالة. صحيح مش أشد فتكا أو قتلا من سلالات اللي كانت القديمة أو سلالة ووهان الأصلية، ولكن انتشار العدوى بالشكل اللي احنا شايفينه بحيث انها بتهدد في وجود جائحة جديدة بعد الجائحة هتبقى منتشر في العالم كله، زيادة عدد الحالات وزيادة فئات جديدة هتدخل اللي هم أقل من 40 والأطفال هيدخلوا في الفئات المصابة، مش عارفين هيحصل ايه، والله أعلم بعد كده ممكن يطلع سلالات جديدة منها. نعم. طيب دكتور، هل هذه السلالة تتميز بأنها الأكثر انتشاراً؟ يعني مع كل موجة جديدة من وباء كورونا نقول أن هذه الموجة الجديدة أو المتحور تحديداً الجديد هو يختلف عن سابقاته من المتحورات بأنه أكثر انتشاراً، هل كل متحور يكون أكثر انتشاراً أم هذه سمة تخص دلتا فقط؟ لا، هو طبعاً أغلب السلالات التي نشأت من السلالات الأصلية اللي كانت في وهان كانت أشد انتشارا من التي تسبقها، ولكن دي تتميز إن فيها أربع طفرات، فالطفرات بتخليها أكثر سرعة على الانتشار، أكثر سرعة على الانتقال في مساحات ضيقة، والعدوى والارتباط بالمستقبلات الموجودة على الخلايا البشرية، وبالتالي أصبحت تتفنن إنها تصيب فئات لم تكن تصاب من قبل زي الأطفال مثلا أو الشباب الصغار، فالخوف منها ورد فعلها مش عارفين بعد كده مع الانتشار. احنا عارفين في قاعده عارفينها، سلالات الكورونا من الار ان اي فيروس كل ما تنتشر اكتر يكون فيها طفرات اكتر وسلالات اكتر، وبالتالي كل ما زادت معدلات الانتشار او العدوى في هذه السلاله يمكن بعد كده تطلع سلاله جديده في المستقبل. دكتور، يعني هنالك تخوف من انه اللقاحات الموجوده حاليا يمكن ان يكون هذا التحور الجديد دلتا اقوى منها، وماذا عن لقاح جونسون اند جونسون؟ يقال بانه اكثر امانا وايضا اكثر فاعليه، هل سيغير هذا اللقاح الجديد جونسون اند جونسون من يعني الوضع العالمي الموجود حاليا لسلاله كورونا الجديده دلتا؟ حسب تأكيدات منظمة الصحة العالمية بنأمل ان احنا الدلتا تستجيب للقاحات الحالية او اي لقاح تاني زي جونسون، ولكن مبدئيا اللقاحات الموجودة حاليا عملت على قالب، القالب ده اللي هو السلالة اللي كانت منتشرة في بداية الوباء في الصين في ووهان، وبالتالي القالب ده بيتغير، يبقى منطقيا انا اتوقع ان هيكون في طفرات جديدة وسلالات جديدة، ونطمح ان تستجيب للقاحات او البروتوكولات العلاج الموجوده، ولكن متوقع جدا ان يكون في سلاله تنشا، سلاله تقاوم اللقاحات، وزي ما بيحصل مع الانفلونزا، حتى الان الوضع مش عارفين الوضع ايه، ولكن نطمح ونامل ان احنا يكون في امل يعني مشرق بالنسبه لنا.
يعني من خلال الحديث دكتور عن هذا الأمل المشرق، هناك آراء تتحدث بأنه يعني وباء كورونا سيكون وباء اعتيادي لكل يوم، سيبقى إلى الأبد إلى المستقبل ويجب أن نتعايش معه. برأيك ما هو مستقبل كورونا؟ أتفق تماما، الكورونا ما وجدت لتختفي أبدا، السلالات اللي موجودة وطريقة الانتشار وطريقة التحورات والطفرات تؤكد أن الفيروس سوف يستمر معنا للأبد، سوف يستمر معنا، ولكن سيكون هناك سلالات جديدة في المستقبل. نأمل أن بعد حوالي من 3 لـ5 سنوات أن تصبح سلالات الكورونا اللي تبقى موسمية أو متوطنة في بعض الأماكن مع زيادة في بعض المواسم، مثلا في الخريف أو في الشتاء، نأمل. ولكن ساعتها بقى هيكون هتبقى محتاجين ان احنا لقاح سنوي بالظبط زي لقاح الانفلونزا، وفي الغالب هيكون لقاح الانفلونزا مع لقاح الكورونا هيبقى في نفس العبوه. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من القاهره عبر سكايب عضو الجمعيه المصريه للحساسيه والمناعه دكتور مجدي بدران، اشكرك جزيل الشكر.